تعمديا من الطفل ممكن يكون في 3 سنوات حتى ياخذ البكالوريا ديالو ويتخرج من المؤسسه، وعندنا واحد العينه اللي غادي تبدا هذه السنه تدوز البكالوريا وتحصل على البكالوريا ديالها كذلك بامتياز، وهي تربات في المؤسسه من سنه 2006 من بدات المؤسسه. مؤسسه المنال تروم الاهداف التاليه، وهي الاهداف المستهدفه بالمدار القضائي العام بمعدات طبعا اللي هي الكترونيه اليوم وتكنولوجيا كما نلاحظ. وليد ابن رشد يناقش هذا النص مجموعة من القضايا سوف نقوم بشرحها انطلاقا من قراءتنا الأولية لهذا النص. من يقرأ؟ إن كان في الفلسفة تحليلنا ألا وهي لحظة التحليل، وبالتالي نقوم بتحليل البنية الحجاجية كشكل أولي من ضمن اللحظات الأساسية. في نهاية النص يتحدث أبو الوليد ابن رشد عن قولة اليوم هو باش نحكيو على كيما كتشوفوا دابا خريطه ديال كتبين مكان نشاه الفلسفه في اليونان كيما كتلاحظوا مدينه متوابعه للمغرب والاحمر هنا بدا نشاه الفلسفه تاريخ ما قبل الميلاد طبعا كنهضروا على القرن السادس والسابع ما قبل الميلاد.